ما الحكم في من أخر ذبح الهدي إلى اليوم الخامس عشر؟ فهل يجزئه ذلك؟ لا، لا يجزئه الهدي بعد الثالث عشر، آخر أيام ذبح الهدي يوم الثالث عشر. هذا هدي التمتع أو هدي القران، أما هدي التطوع فلا بأس يذبح في أي وقت، هدي التطوع لا بأس يذبح في أي وقت. وكذلك هدي الجبران، إذا كان إنسان عليه هدي من جهة أنه ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لا مانع أنه يذبح الهدي الذي يجبر هذا الترك في أي وقت تيسر له ذلك. يقول هل ينتقل إلى الصوم؟ إذا عجز عن الذبح ينتقل إلى الصوم. يقول هل ينتقل إلى الصوم؟ إذا عجز عن الذبح ينتقل إلى الصوم.